تتوافد الحشود أمام قصر وستمانستر في لندن لوداعي الملكة إليزابيث الثانية ورؤية نعشها، وسيبقى نعش الملكة إليزابيث الثانية في قاعة وستمانستر حتى حلول موعد الجنازة اليوم الاثنين، إذ سينقل جثمان الملكة ضمن مسيرة إلى دير وستمانستر حيث ستقام مراسم الدفن، وستكون الجنازة الرسمية الأولى هناك منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل عام 1965.